نتنياهو يشيد بموقف الإمارات والبحرين حيال حزب الله ويعلن نية تنظيم قمة مع موسكو وواشنطن لبحث الملف الإيراني. روحاني يقول إن ما من مفاوضات مع الولايات المتحدة وسط حديث عن خطة ائتمان لضمان عائدات النفط الإيرانية. ومع استئناف جلسات البرلمان البريطاني مناكفات بين جونسون ومعارضيه بشأن بريكزيت. الخامسة بتوقيت القدس، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات وزيري خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة ضد ما وصفه بهجمات حزب الله، وقال إن الوزيرين دانا قلة حيلة الدولة اللبنانية على حد وصفه والتي تسمح لحزب الله بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل. أرحب بتصريحات وزيري الخارجية البحرين والإمارات ضد العدوان الذي شنه حزب الله، إنهما أدانا عجز الحكومة اللبنانية التي تسمح لتنظيم حزب الله الإرهابي بالعمل من أراضيها ضد إسرائيل. قد يبدو هذا عجيبا وخياليا، ولكن هذا يدل على تغيير جذري يحدث في الشرق الأوسط. العالم العربي أيضا يدرك بأن العدوان الإيراني يهدد ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا. أدعو دولا أخرى إلى التصدي إلى العدوان الذي يمارس من قبل إيران ووكلائها. كما كشف نتنياهو خططا لعقد لقاء ثلاثي أمريكي روسي إسرائيلي في القدس لمواصلة التباحث في موضوع إخراج إيران من سوريا، ولم يعرف ما إذا كان اللقاء سيعقد قبل الانتخابات التي تجرى في إسرائيل يوم 17 من الشهر الجاري. تبذل في هذه الأيام جهود من أجل عقد لقاء ثلاثي آخر بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل هنا في القدس، وذلك من أجل مواصلة المباحثات حول إخراج إيران من سوريا. قررت الحكومة اللبنانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع الإصلاحات المالية. وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، مؤكدا استمرار سياسة الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار. أضاف الحريري أن وزراء الحكومة والسياسيين والمشرعين اتفقوا بالإجماع على الخطوط العريضة لخطة تضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة. قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بالإجماع إحالة 4 أعضاء من الحزب على اللجنة التأديبية مع طلب فصلهم نهائيا من الحزب، ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو. وتعتزم اللجنة التنفيذية كذلك إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة واسطنبول على اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي. وكان داوود أوغلو قد أطلق في الأونة الأخيرة انتقادات حادة ضد سياسات الحزب الحاكم. من إسطنبول معي للتعليق على هذا الموضوع الصحفي علام صبيحات. أهلا بك يا سيد علام. أولا يعني في أي إطار تندرج هذه الحملة من الإقالات والفصل؟ في إطار الخلافات العميقة التي من الممكن أن تسمى شيرين بالانقسامات والشرخ الكبير الذي يصيب حزب العدالة والتنمية الحاكم. التصريحات التي كان قد أدلى بها أحمد داوود أوغلو في الآونة الأخيرة وتحديدا في مدينة سكاريا، والتي تحدث فيها تحديدا عن أنه إذا ما فتحت صفحات محاربة الإرهاب فإن الكثير من الوجوه ستخجل من النظر في وجوه الناس بين هلالين. هذا التصريح تحديدا اعتبر بمثابة تهديد واضح وصريح لقيادة حزب العدالة والتنمية ولا سيما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وهو خطوة متقدمة من هذا الشخص الذي كان في يوم ما رئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في طريق الخلاف والشرخ الكبير وربما التاريخي بين قوسين في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم. نحن الآن نشهد مرحلة تاريخية مهمة جدا شيرين، والتي تؤشر إلى قرب إنشاء أو إعلان إنشاء حزب جديد في تركيا يكون من بين أبرز قياداته على الأقل أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان وربما عبد الله جول وقيادات أخرى سابقة ومؤسسة من حزب العدالة طيب والتنمية الحاكم. يعني شخصيات مثل جول وأوغلو وشخصيات أخرى في هذا الحزب، هل ستؤسس لحزب يوازي العدالة والتنمية، خاصة أن هؤلاء كانوا من أقطاب العدالة والتنمية، أم أنه سيكون هناك فرق بين سياسة الحزبين؟
يبدو أن الصورة ذاهبة بهذا الاتجاه. يعني هناك سيناريوهين محتملين يتم الحديث عنهما الآن، إما أن يؤسسوا جميعا حزبا واحدا منافسا لحزب العدالة والتنمية، وبهذه الحالة سيكون منافس قوي جدا لحزب العدالة والتنمية، خاصة وأنه سيكون من حاضنته الشعبية، وهو أخطر ما سيواجهه حزب العدالة والتنمية والرئيس إردوغان في الانتخابات القادمة، أو أنهم سيؤسسان حزبين منفصلين في الفترة القادمة، وهو أيضا سيؤثر على حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكنه لن يكون لأحد هذين الحزبين الفرصة ليكون قويا جدا منافسا لوحده للعدالة والتنمية. بكل الأحوال الصورة معقدة جدا أمام قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات في الفترة القادمة، ولا سيما في الانتخابات الرئاسية في العام 2023. طيب. وإردوغان يدرك حجم الخطورة لهذا الانشقاق الآن داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو يدرك بقضية احتمال فصل أيضا المسؤولي فرع اسطنبول وأنقرة من هذا الحزب. هل هذه الإقالة أو الفصل ستكون مرتبطة بنتائج الانتخابات في المدينتين عمليا، الانتخابات المحلية؟ هناك عدة أسباب شيرين، من بينها وعلى رأسها نتائج الانتخابات التي فشل فيها الحزب الحاكم فشلا ذريعا في هاتين المدينتين اللتان تشكلان رمزا مهما للحزب الحاكم من جهة، ومن جهة أخرى تتعلق بفصل قيادات أخرى، ومن بينها أحمد داود أورو، على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص أو هذين القياديين في أنقرة واسطنبول هما من المحسوبين على هذه القيادات التي وجهت انتقادات لقيادة الحزب الحاكم، وبالتالي هذا يؤشر أيضا إلى الخلافات حجم الخلافات الكبيرة داخل حزب العدالة والتنمية في هذه السؤال الأخير يعني سيد علام، هل هذا أيضا مرتبط بملفات إقليمية وسياسة أردوغان حيال سوريا وكل الملفات الخارجية؟ بلا شك، لأن هناك انتقادات واضحة كانت من هذه القيادات تحديدا أحمد داود أورو وعبد الله جول وعلي باباجان للسياسة الخارجية، لا سيما المتعلقة في سوريا ومصر وليبيا والعراق. هذه السياسة كانت قد وجهت بانتقادات حادة، وعلى هذا الأساس كانت هناك خلافات حادة مع هؤلاء القيادات، والتي وصلت إلى ما وصلت إليه هذا اليوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي علام صبيحات، وقد حدثتني من إسطنبول. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن رفضه إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة مسألة مبدئية. وفي كلمة له أمام البرلمان هدد روحاني بتخفيض التزامات بلاده بالاتفاق النووي إذا لم يتم التوصل إلى أي نتيجة في المفاوضات بهذا الشأن مع الطرف الأوروبي بحلول يوم الخميس. تراوح الأزمة الإيرانية مكانها وسط ضبابية وتساؤلات حول وجود حلحلة وخلاف داخلي إيراني. في خطاب ألقاه أمام البرلمان اليوم، أطل الرئيس الإيراني حسن روحاني في محاولة لتبديد هذه الضبابية، مؤكدا عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الأوروبيين، ونافيا أن تكون هناك موافقة على إجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي. ربما كان هناك سوء فهم، قلناها مرارا، لا يوجد قرار بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة. لم يعد مهما أن تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي أم لا، المهم أن ترفع عقوباتها، فقط حينها يمكن الحديث معهم في إطار دول 5+1 كما فعلنا مسبقا. يقود الجهود الدبلوماسية الأوروبية للوساطة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي، جهود تجسدت آخر فصولها في قمة السبع الكبار في فرنسا، والتي حضر مكان انعقادها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. آخر العروض التي اقترحها ماكرون تمثلت في تقديم خط ائتمان لإيران بقيمة 15 مليار دولار مقابل التزامها الكامل بالاتفاقية النووية. الصحف الغربية قالت إن ظريف أبدى استعداده لدراسة الفكرة، ما أثار غضب التيار المحافظ في إيران والذي يمثله الحرس الثوري. اليوم توضح جميع التيارات في إيران موقفها، وهو ضرورة رفع الولايات المتحدة عقوباتها قبل كل شيء. في حال عدم حدوث اختراقة هذين اليومين، تعتزم إيران البدء في المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاقية النووية، بعد أن اجتازت الحد المسموح به من إنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل. مصادر إيرانية تتوقع أن تتمثل المرحلة الجديدة في زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لمن يزيد عن 5060 جهازاً، ورفع التخصيب إلى أكثر من 4.5%، إلى جانب تطوير منشآت أخرى ذات العلاقة بالطاقة النووية.
أظهرت بيانات ريفينيتيف لتتبع حركة السفن أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا. وأظهرت البيانات أن الناقلة التي تحمل نفطا إيرانيا أرسلت آخر إشارة تحدد موقعها بين قبرص وسوريا وهي مبحرة شمالا مساء أمس. يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام إن لبنان رفض استقبال الناقلة. قالت الأمم المتحدة في تقرير لها إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجستي للتحالف بقيادة السعودية الذي قالت إنه يلجأ لتجويع المدنيين كأسلوب حرب. ووضع محققو الأمم المتحدة قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب، وتوصلوا إلى احتمال ارتكاب طرفي النزاع جرائم، كما أبرزوا دور دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية. أطراف النزاع في اليمن، جميع الأطراف مسؤولة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومن المحتمل أن تشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب. أطلق الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي عملية أمنية من 4 محاور لتعقب خلايا تنظيم داعش في جزيرة البغداد شمالي مدينة الرمادي التي تعد مركز محافظة الأنبار. وذكر بيان للحشد الشعبي أن قطعات من قيادة حشد الأنبار وعمليات الجزيرة والفرقة 7 وأفواج قيادة شرطة الأنبار بإسناد جوي من قبل طيران الجيش العراقي شرعوا بعملية أمنية لتفتيش جزيرة البغداد وصولا إلى بحيرة الثرثار شمال مدينة الرمادي. قالت مصادر سودانية إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيعلن مساء اليوم تشكيلة حكومته الجديدة، وذلك بعدما ذكرت مصادر أن هناك توافقا تاما بشأن تسمية بعض الحقائب الوزارية المختلفة. أما على المستوى الدولي فيجري وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إلى الخرطوم يلتقي خلالها مسؤولين في المجلس السيادي. نحن نطلع إلى زيارة مثيرة للغاية، وسوف يكون وزير الخارجية هنا طوال اليوم ويجتمع مع كل من اللواء برهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والكثير من الأشخاص وممثلين من قوى الحرية والتغيير والناس الذين صنعوا الثورة. تتواصل الحملة الانتخابية في تونس والتي بدأت أمس، حيث يركز معظم المرشحين على الملف الأمني ومعالجة القضايا الاقتصادية. وعلقت صور المرشحين لرئاسة البلاد على الجدران، كما وزعت نشراتهم الدعائية، في حين تستمر الحملة حتى 14 من الشهر الجاري، موعد دخول البلاد في صمت انتخابي. مخالفات، إخلالات، جلسات محاكم ومخططات للاغتيال تطال المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس. أمنك وملفات الأمن القومي تطغى على خطابات المرشحين والمنافسة بينهم تحتدم. تهديدات الاغتيال طالت عبير موسي رئيسة الحزب الحر الدستوري والمترشحة للانتخابات الرئاسية، ووزارة الداخلية التونسية وجهت التحذيرات لموسي المعروفة بمناهضتها لبرنامج حزب حركة النهضة وتصريحها بعدم التحالف مع هذا الحزب بحال الفوز، خلافا لمرشحين أخر كانوا قد صرحوا بعدم اعتراضهم على تشكيل حكومة مع حزب النهضة ومرشحه عبد الفتاح مورو. كما واحتشد العشرات من أنصار المرشح الرئاسي السجين نبيل القروي خارج مبنى المحكمة في تونس التي ستصدر قرارها مساء اليوم في الاتهامات الموجهة له بتبييض الأموال والتهرب الضريبي. كما ويبرز من بين المرشحين المحامي منير بعتور عن الحزب الليبرالي والذي يرفع اللواء الدفاعي عن المثليين ولا يخفي أنه منهم ويعتبر سابقة في تونس والعالم العربي. أنا لست مجرد ناخب، فحزبي الحزب الليبرالي قدم قوائم في 21 دائرة إدارية للانتخابات التشريعية، وأعتقد أن لدينا فرصة للفوز ببعض المقاعد في البرلمان، وإذا نجحنا بذلك فسنواصل كفاحنا في البرلمان. علاوة على ذلك، لقد مرت سنوات عديدة على دفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق المثليين. مهمتنا هي تسليط الضوء على قضية المثليين والتحدث عن انتهاك واضطهاد الدولة التونسية لمجتمع الميم. نريد رفع مستوى الوعي بين البرلمانيين والسياسيين حول
هذا الوضع الكارثي من أجل تغيير الأمور والمضي في اتجاه أكثر إيجابية. هذا وتستمر الدعاية الانتخابية في تونس حتى 12 من الشهر الجاري، على أن تدخل البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي في 14 من سبتمبر قبل الذهاب إلى صناديق الانتخاب في اليوم الذي يليه. ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي ضربت جنوب المغرب الأسبوع الماضي إلى 8 بعد إعلان السلطات العثور على جثة رجل كان قد اختفى. ونجمت تلك الفيضانات التي وقعت الأربعاء الماضي عن سيول غمرت ملعبا أثناء مباراة لكرة القدم. يحاول نواب بريطانيون منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من اتباع مسار يعتبرونه كارثيا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما قد يدفع جونسون إلى دعوة لانتخابات مبكرة تعقد يوم 14 من أكتوبر تشرين الأول. وكان جونسون قد حذر النواب أمس من أنه قد يسعى لإجراء انتخابات إذا ما كبلوا يديه، مستبعدا تماما احتمال قبول أي تأجيل لموعد الخروج من الاتحاد المقرر ليوم 31 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. عن هذه المسألة نتحدث إلى الصحفي خالد مصطفى من لندن. أهلا بك سيد مصطفى. أولا يعني مسألة إجراء الانتخابات ستكون لمصلحة من في حال تم التوصل إلى هذا، سواء باتفاق بين الأطراف أو بفرض من جانب بوريس جونسون؟ دعينا نتفق سويا مبدئيا أن البرلمان لديه 4 سيناريوهات فقط هذه الليلة. سوف يقوم بالتصويت في تمام الساعة 9 بالتوقيت المحلي للندن. سيكون هناك يا إما أن يسن المعارضة مشروع قانون يعطل عملية البريكزيت، أو يطالب أو يسمح لبوريس جونسون، وتفشل المعارضة في هذه الليلة ويسمح لبوريس جونسون باستكمال الطريق نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي سواء باتفاق أو بغير اتفاق، أو إذا كان هناك سن أو كان هناك قانونا جديدا سوف يضطر بوريس جونسون للدعوة لانتخابات عامة مبكرة أقصاها في منتصف شهر أكتوبر القادم. ولكن لن يكون هناك انتخابات عامة مبكرة إلا بعد السيناريو المهم، وهو حجب الثقة عن الحكومة. إذا تم حجب الثقة عن الحكومة سوف يتوجه الملف برمته يوم الخميس إلى مجلس اللوردات، وبالتالي يحاول جونسون أن تكون هناك انتخابات فورية وانتخابات مبكرة. وهل لكن سيناريو حجب الثقة بالفعل متوقع؟ هل سيؤيد بعض المعارضين لخطوات جونسون داخل حزب المحافظين مسألة حجب الثقة عن حكومته؟ حتى هذه اللحظة الحالة أو المزاج السياسي داخل البرلمان مثل شبكة الصياد المعقدة، كلما فك عقدة كلما اصطدم بالكثير من العقد داخل شبكته. هناك حالة من الارتباك والاشتباك السياسي داخل البرلمان وداخل النخبة السياسيين. ولكن دعيني يعني أركز على نقطة مهمة جدا، جونسون لن يعبأ بما سوف يفعله البرلمان بخصوص عملية الخروج. جونسون إذا كان هناك حجب عن الثقة أو انتخابات مبكرة سوف يفعل هاتين النقطتين، ولن يتوجه إلى الاتحاد الأوروبي بتمديد الفترة. والبرلمان يحاول اليوم سن مشروع قانون يجبر جونسون أن يمد الفترة حتى 31 من يناير القادم، وهذا ما يرفضه جونسون طيب. جملة وتفصيل. نعم، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق كان توني بلير كان قد حذر أمس حزب العمال من أن جونسون بالفعل يقول أنه ليس معنيا بانتخابات لكنه يدفع الأطراف إليها، وبالتالي فإن الخيارات ستكون بين كوربين وبريكزيت وكلاهما سيء على حد قول بلير. هل بالفعل هذا هو السيناريو، إما بريكزيت وإما كوربين؟ الرسالة الواضحة من شيخ السياسيين في حزب العمال توني بلير هي رسالة موجهة ليس لحزب العمال، هي موجهة للعامة. بالفعل من الممكن أن تكون الانتخابات فخا لحزب العمال، لأن جيرمي كوربين بغض النظر عن أن العمال هي الفئة المعارضة الأولى داخل مجلس العموم وداخل بريطانيا، إلا أن كوربين لا يتمتع بالكاريزما التي تؤهله لقيادة مجلس وزراء بريطانيا، ولا يتمتع بالكاريزما ولا بالإمكانيات التي تؤهله بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي. من أجل ذلك توني بلير أرسل رسالة واضحة لكوربين كي يقول له يا كوربين من الممكن أن لا تنجح فيما تنوي إليه.
لا تنجح فيما نعم. تنوي إليه. هذه رسالة للعامة وليست فقط لجيرمي كوربن، حتى كل الاستطلاعات الرأي التي جرت خلال المرحلة السابقة قيل من الممكن أن يرفض البرلمان جونسون ويرفض خطة جونسون، ولكن لن يقبل البرلمان أن يعتلي كرسي رئاسة مجلس الوزراء نعم. جيرمي كوربن لعدم وجود الآلية الكاملة لديه للخروج بالبلاد من هذه المأزق يعني. جزيل الشكر للسيد خالد مصطفى الصحفي وقد حدثتني من لندن. ارتفعت حصيلة تفجير جرار زراعي في العاصمة الأفغانية كابول إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى. ووقع الانفجار خلال زيارة المبعوث الأمريكي زلماي خليلزاد المسؤولين لإطلاع المسؤولين على نتائج المحادثات مع طالبان. القرية الخضراء الواقعة على بعد أميال من المقرات الدولية كالسفارات ومؤسسات المجتمع المدني في العاصمة الأفغانية كابول شهدت انفجارا عنيفا أسفر عن مقتل 16 مدنيا وجرح 119، وذلك في ظل الأجواء الإيجابية التي تطغو على المحادثات الأمريكية الأفغانية في الدوحة. لقد كان انفجار قويا، انهار سقف منزلي وحطم النوافذ، قتل ابن أخي وابني وعمي وأبناء أخي وابني الآخران في الانفجار. ووقع الانفجار لدى تصريح المبعوث الأمريكي زلماي خليلزاد عن بلوغ المباحثات مع طالبان أوجها، إذ ستسحب القوات الأمريكية 5000 جندي وتخلي 5 قواعد عسكرية بشكل تدريجي، كون ذلك مرتبطاً بالتزام حركة طالبان التي تبنت الانفجار للاتفاق الذي ينص على عدم استقطاب الإرهابيين على الأرض الأفغانية ودخول الحكومة الأفغانية إلى مناطق التي أخلتها القوات الأمريكية. مشاهد الانفجارات في أفغانستان لم تعد تثير الرأي العام الدولي، بينما تستثمر في لعبة شد الحبل على طاولة المباحثات الأفغانية التي تجرى بين وقت لآخر في الدوحة، ليبدو أن المشهد يستمد وقوده من أشلاء الأفغانيين وحلمهم بالهدوء الذي لم يشعر به منذ عقود. نفت شركة هواوي الصينية أن تكون قد سرقت أي براءات اختراع في الولايات المتحدة، وذلك ردا على اتهامات وجهها إليها مبتكر برتغالي، ونقلتها صحيفة وول ستريت جورنال. وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في اتهامات المبتكر الذي يقول أن هواوي سرقت تصميمه لكاميرا هاتف ذكي حصلت على براءات اختراع أمريكية لصنع الكاميرا البانورامية. قالت كاري لام رئيسة هونغ كونغ التنفيذية إنها لم تطلب أبدا من الحكومة الصينية السماح لها بالاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية بالمدينة، وذلك ردا على نشر تسجيل صوتي لها وهي تصرح بأنها كانت لتستقيل لو استطاعت. من أحيتها عبرت الصين عن دعمها المتواصل للام مشيدة بإدارتها للأزمة التي تشهدها البلاد. ما زلت أعتقد أنه يمكنني قيادة فريق لمساعدة هونغ كونغ على الخروج من هذه المعضلة. بعد أكثر من شهرين لا يزال الوضع قاتما في هونغ كونغ. لا يمكننا التنبؤ بموعد تخلص هونغ كونغ من المأزق تماما. حتى الآن ما زالت لدي الثقة والالتزام لتحقيق ذلك. دعا نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف كل الأطراف إلى ضبط النفس وخفض النشاط العسكري في شبه الجزيرة الكورية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، وأضاف أن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمات. وأطلقت كوريا الشمالية عددا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدا. الختام من ميناء بنغازي في ليبيا الذي يعمل ليل نهار لضمان إيرادات تمكن من توسعه. يعمل الميناء التجاري في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية على مدار الساعة بعد 3 أعوام من إعادة فتحه، وذلك في مسعى لزيادة الإيرادات من أجل تجديده وتوسيعه. هذا وبعد إعلان قوات شرق ليبيا انتصارها عام 2017 أجريت عمليات إصلاح محدودة بالميناء، ويقوم حاليا بأعمال تجارية سريعة. حاليا زي ما قلت لك النهضة صارت أخيرا يعني من شهرين، فالحقيقة ما نقدرش نحدد لك بالتحديد رقم، ولكن في التزايد الحمد لله نحن طامحين إن شاء الله في أكثر بإذن الله أكثر من الرقم هذا. يشهد الميناء حركة واسعة حيث يمكن مشاهدة شاحنات محملة بالسيارات وحاويات تحمل مواد غذائية وزيوت،
محركات وغيرها من البضائع، وهي تخرج من البوابة الرئيسة، إلا أن وضعه ما زال بحاجة إلى تحسين. لدينا بنية تحتية صفر، يعني أقل من صفر بالماينس، يعني أرصفة ساحات مش مرصوفة، إنارة في الليل مش موجودة. يعني كلام هذا موجود ونحن بادين فيه بإذن الله تعالى بالإرادة اللي هو توه قلت لك في تزايد بالتدريج، بادين فيه أول بأول بإذن الله، مصممين وهدف رئيسي بالنسبة لنا أن البنية التحتية هذه أول شيء. منذ إعادة فتحه استقبل ميناء بنغازي أكثر من 400 ألف طن من الحبوب على 18 رصيفا، أي مثل ما كان يستقبل الميناء قبل عام 2014. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.